ده نفس الشيء الحقيقة، موقع مضروب، صفحة مضروبة لإحدى الصحف، نشرت خبر مزعج جدا وخبر سيء جدا الحقيقة، حول إصابة الفنان الكبير الأستاذ محي إسماعيل بفيروس كورونا. إحنا لما شفنا الصورة دي تحققنا منها، لقينا إنها صورة مضروبة مزورة، فتواصلنا مع الأستاذ محي عشان نطمن عليه، لأن طبعا كلنا بنحبه بشكل كبير جدا. طبعا. يا أستاذ محي، ألف مليون سلامة، إيه خير؟ ليه عملوا كده معاك؟ والله ما أعرف، والله ما أعرف إيه اللي بيكتبوه ده، وأول مرة أسمع منكم حكاية حاجة مضروبة. للأسف يعني حاجة سيئة جدا حكاية الإشاعات دي والتعايش معاها والتناغم معاها. مفروض بقى جي اليوم اللي الواحد بقى يحاول يتطهر ويبقى على الأقل يرجع لإنسانيته اللي ربنا ادهاله. والله، وأنا دايما على فكرة بقول لعمرو وبقول لرهام إن قوة الحب أقوى من حب القوة، ولما نتعب شوية اللي يقوينا هو. ما عندكش كورونا، ها ايه تاني؟ انا ايه مش كده؟ ترند يا استاذ محي، والله حضرتك بخفة دمك وبحضورك وبتلقائيتك بتمتلك جمهور كبير جدا، علشان كده حضرتك معانا النهارده، لانه الخبر ضايقنا وتحققنا من الزملاء، وزي ما قلنا للاسف كمان الصحف ليها صحف بديلة مزيفة وهمية مش حقيقية، وبتبتدي طبعا تشتغل على بث القلق للناس. أنا دايما أقول يا ست الكل، دايما أقول الحمد لله ربنا حميني، والحمد لله وحمي مصر كلها. وعلى فكرة الناس كلها دلوقتي بتحب بعضيها وبتقرب من بعضيها، لأن بدأت الناس تكتشف أن الحياة كلها في أخبار عبث وملاش أي معنى، لكن المصريين كلهم أنا في تصوري أنا بيحبوا بعض جدا. كلمة بقى حضرتك تقولها للناس اللي سمعانا دلوقتي. أنا لسه واكل مكرونة كورونا، أنا أكلت مكرونة. طيب يا أستاذ محي، يعني كنت عايز يعني كلمة من حضرتك بقى توجهها للناس. الحكومة أدت أجازات من المدارس ومن الجامعات وحتى الموظفين، والله بص أنا حاولت، والناس لسه بتنزل الشوارع يعني بشكل أو تجمعات. الناس هنا عندها مقاومة رهيبة جدا وطاقة جامدة، وعلى فكرة هي بتسمع كلام الدولة كويس وكلام الحكومة، لكن ساعات يبقى ليك أغراض لازم تقضيها، أنت مضطر تنزل الشارع. طبعا غصب عنك ننزل الشارع، بس نحاول برضو نطهر نفسنا وإيدينا والكمامات والحاجات، يعني ما نستخفش ولا نستهين بتعليمات الدولة، لأن الدولة خايفة عليه وبتصرف علينا حاجات كتيرة، ودي دولتنا ولازم نحبها ونحب نفسنا ونحبها مع بعض، ويبقى الحب جماعي. ده تصور. طيب انا مبسوطه ان حضرتك يعني بتعلق معانا على المشهد اللي كلنا عايشينه دلوقتي، وهاخد ما عنديش كورونا ها ايه تاني واكمل عليها. محي اسماعيل يقول ايه على باقي بقى الزوايا اللي في الكادر في الصوره الحاليه باتخاذ قرارات من الدوله بسلوكيات للمواطنين ممكن نكون مختلفين عليها. استاذ محي، يعني اللي حضرتك قلته طبعا اكيد حقيقي، لازم اللي عنده غرض ينزل يقضيه، لكن في ناس بتخرج، في ناس بتفسح الولاد. الاستخفاف مش كويس لانه هيصيب الانسان، والاستعلاء مش كويس، واحنا عندنا حاجتين يجب ان نتخلص منه، الاستعلاء والاستخفاء. جمعاء. جمعاء. ايه تاني يا عم؟ جمعاء يا استاذ محي. تحياتنا لحضرتك يا استاذنا. ربنا يخليك واشكركم جدا. يا رب يبارك في عمرك يا رب ويديك الصحة.